مساء الخير يا مي. لا مش سامعاكي، علي صوتك شويه. على فكره مي يعني تشوفوها على الشاشه غير في الحياه تماما، والله بتتكسف كسوف، يعني بتبقى قاعده كانت معانا هنا، وحتى وقت لسه هنطلع على الهوا قاعده ما بتتكلمش، ساكته، ما فيش بقى اللي هي الفنانه اللي ممكن تبقى فيه من جرأة من الكلام وتتكلم، لا لا لا، قاعده في حالها زي ما بتقال كده. ايوه ايوه، اضحكي بقى كده. ازيك يا طبعا مي؟ الحمد لله. وحشاني، وحشانه جدا والله. انت كمان جدا، حبيبتي اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله كويس، كل سنه وانتم طيبين وانتي وكل الوطن العربي طيب يا رب. يا رب. امين يا رب. مي، لسه ياسر طبعا بيتكلم، احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده، ده تاني عمل بعد الفتوه، وسبحان الله لما تقولوا ان المسلسل انت متفقين عليه من سنتين ويفضل يعني الفريق مستنيكوا، مستني ياسر جلال ومي عمر بعد سنتين اللي هو كده كده هنعمل المسلسل، فايه السر ورا ده؟ لا هو بصي، اي حد في يمكن في مشواره الفني بيبقى فيه علامات كده او في ادوار مميزه جدا في تاريخه. انا يمكن من الادوار المميزه جدا كانت الدور اللي عملته في الفتوه مع ياسر جلال طبعا. والحقيقه ان انت لما بيبقى قدامك ممثل قوي جدا، ده بيخليكي كمان انت تطلعي كويسه ويخليكي تطلعي احسن ما عندك. يعني ياسر ممثل قوي جدا وبيدي اللي قدامه، وهو كمان على المستوى الانساني اخويا، وانا بحبه قوي قوي يعني، وبحب اشتغل معاه وان شاء الله يا رب على يعجبني فكرة انتوا المسلسل. قريبين من بعض برضو، اللي هو برضو نفس الكسوف في شفنا ما حالنا. هي عامله قنبله، ايوه ما هي عامله قنبله السنه دي. غششني. لا احنا عاملين مسلسل حلو قوي يا ها رب ان شاء الله يعجب الناس. طب شخصيتك ايه دي يعني؟ معلش كده حاجة كده نعرفها. شخصيتي طب طالعة ايه؟ اسمك ايه في ما المسلسل؟ تحرقهاش بقى. اسمي بوسينة. اسمك بنا بجرجرك اهو حتة حتة. ليه بوسينة؟ في رومانسية وقصة حب حلوة؟ في رومانسية وفي علاقات مختلفة، يعني علاقات مش المعتادة، يعني الحاجات فيها خايفة احرق في ياسر مفاجآت. طيب رقبي. ياسر طلع بيضرب ولا ما بيضربش؟ لا ياسر طالع ما بيضربش، وعامل يعني عامل شخصية بيسمعها الشمال. مختلفة جدا ما عملهاش قبل كده. طلع بشكل جديد. دي بيسمعها الشمال لا ودي بس بيحب بيسمعها عادي، هو بيحب في المسلسلات عادي يعني زي الفتاة. اهو. ايوه. لا بس حقيقي المسلسل ها فيه علاقات كده، عارفه لما تتفرجي هتحسي ان ايه ده، انا شفت شبه ده قبل كده، او ده حصل لحد اعرفه. طب تمام. المشكله دي تتحل ازاي، وازاي ان ممكن المشاعر البني ادم ساعات تخليه يعمل حاجات مش صح. هي ميه من كتر ما هي ايه، مش عايزه تحرق يعني. واخداني في حته تانية، انا مش عارفه يعني، انا بحاول اجمع. ايه يا سيدي؟